لو انت في القرن ال17 وجالك ضيوف هتقدم لهم ايه؟ شاي، قهوة مثلا، نسكافيه، غسيل. هتقولي ليه؟ ما انا هقولك ازاي. مش سألتني السؤال. هقولك ان كان من حسن كرام الضيف عندهم انهم يقدم له دخان، او بمعنى اصح تبغ. السيجارة قبل ما توصلك يا باشا شكلها النهاردة ده زي كانت اشتغلت على نفسها جدا ولفت العالم قبل ما احنا نلف او نلفها. يرجع زمن التدخين ل5000 قبل الميلاد عند الاصول الشمانية، اللي بمعنى اصح اللي بنوا كوريا. وما كانش بيتشرب ساعتها، لا ده كان بيتشم، وكان من ضمن الطقوس الدينية، وتحول من طقس ديني عادي جدا لعادي عند الناس، يعني في اي مكان وفي اي حتة كله ضرب ضرب. لدرجة ان كان في اماكن مخصصة للتدخين التبغ بس، زي مثلا اماكن اللي في المطارات، اللي في الجامعات، اماكن المغلقة المخصصة للتدخين بس، وكان طريقة للتعارف والتواصل ما بين الناس وبعضها. اول اكتشاف ليه في اوروبا كان بعد رجوع المكتشفين من الامريكتين، وكانت بداية كفاح وصعود التبغ. وكان في حضارات تانية زي الشرق الاوسط وغيرها كتير كان منتشر فيها الحشيش، وانهم يقعدوا حوالين الشيشة، بس جه التبغ خد مكانه وانتشر اسرع، لدرجة ان في 1612 قدام ما كانش جايب همه خالص جنب التبغ. وشركات كبيرة جدا للذهب دخلت في مجال التبغ، وتحول لعملة نقدية وتسمى الذهب البني، وده بهدل الارض الزراعية جدا، لان الاتجاه كان لزراعة التبغ بس. وطبعا العمال كانوا من العبيد، فما كانش فيه مشكلة بالنسبة لهم، وما كانوش خاسرين اي حاجة. والمشاكل اللي تعرضوا لها بسبب زراعة التبغ اتجهوا اكتر لتجارة العبيد، بس ده مطولش، لان التبغ رجع انتشر اكتر بعد اكتشاف الورقة. انا معايا ورقة يوديك في 60 داهية. عشان اوصل لك قد ايه كان في معارضة ليه، كان في مشاكل كتيرة بالنسبة للتبغ. خليني اقول لك، سنة 1634 قام بطريرك موسكو بحظر بيع التبغ، وحكم على اي حد اذا كان ست او راجل اللي خالف القرار بعطى الانف والجلد. خلاص يا عم ما تزعلناش. الله. لغير الدولة العثمانية والصين واليابان والكنائس ورجال الدين كمان. على الرغم من ده كله، في تجارة التبغ زادت لدرجة ان بعض الحكومات بدأت تدخل في مشاريع لزراعة التبغ بعد رفضهم. وفي نص القرن ال17 كان التبغ بقى معروف في كل العالم، وكان في حالات كتير جدا جزء من الثقافة المحلية هناك. ووصل عدد المدخنين في 2018 لمليار 337. وبرغم الأرباح الرهيبة من تجارة التبغ إلا وإنه يؤدي إلى الوفاة. قد سجارة. ووصل عدد المتوفيين بسبب التدخين في القرن ال20، حلوة دي صح؟ لمية مليون شخص. بعد كل ده تيجي تقول لي ما فهمتش حاجة؟ بطل زوجتك بالسلامة. إزاي تطبق ده؟ بتفضل بالسلامة. إزاي تبقى تعطى؟ بالسلامة.